معلش يا منال، خلاص بقى مش نهاية العالم، ان شاء الله السنة جاية تعوضيها وتنجحي بتفوق. دلوقتي ماما تيجي تديني كلمتين وورا منها سي حسام يجي يعمل عليا كبير وتبقى العجلانة من كل ناحية بقى. هو حسام نتيجته ظهرت؟ اكيد، وطبعا لو نجح تبقى فرصته عشان ترسم عليا على الاخر. يا رب يسقط. ليه كده بس؟ حرام عليكي، حد برضو يتمنى لاخوه السقوط؟ ربنا ينجحه يا رب ويعوضك خير عن السنه اللي سقطتيها ان شاء الله. وبعدين انا واحده، اخوها مات قبل الامتحانات بشهر ولا شهر ونص، يعني معذوره يا ناس. الله يرحمه ويحسن اليه، كان نفسه قوي تنجح السنه دي. ايه ده؟ في ايه؟ مالك يا منال؟ في ايه يا حبيبتي؟ في حد زعلها؟ ده انا كنت هقطع خبر اللي زعلها. والله ما حد زعلها يا ماما، هو حد برضه يقدر يزعل منال؟ في ايه يا ضنايا مالك؟ رد عليا. في ايه؟ على طب ما ترد عليا انت، مش شايفاني عماله هاتي والبيت مفطوره من العياط. اصل يعني النتيجه مش حلوه يا ماما. يعني ايه؟ سقطتي؟ ولا يهمك، ان شاء الله بدل السنه 10 سنين، ولا انكيش تعملي في نفسك كده يا منال. تعالي يا حبيبتي، تعالي تعالي يا روحي. بيقولولي ده ما ينزلش على وشك كده، اذا فاتت السنه دي ما قدرتيش السنه الجايه تقدري. ان شاء الله اجيب لك 20 مدرس، ان شاء الله ياخد مني في الحصه 1000 جنيه هجيبهولك. تعالي روحي، تعالي تعالي ريحي نفسك. يلا تعالي يا بيه، يلا اعملي لها كوبايه ليمون. حاضر يا ماما، حاضر. هيا يا حسام طمني، النتيجه ظهرت؟ جيد جدا يا بلبله، مش اي نتيجه. مبروك، الف الف مبروك. انا لولا لعيبه كنت زغرت. كفايه الفرحه اللي انا شايفها في عينيكي دي. قولي لي، منال ما جاتش؟ لا جت، وقاعده جوه مع ماما. طب ايه نتيجتها؟ ظهرت؟ ظهرت. اه. ايه دي؟ يعني ايه طلع مواد؟ معرفش بقى، ادخل انت اسالها. ارجوك يا نبيله فهميني، سقطت؟ مش مشكله، تعوضها السنه الجايه ان شاء الله. يا نهار اسود تاني. استنى بس، ربنا يخليك. انت لو دخلت دلوقتي وقلت كده ماما هتعرف ان انا قلت لك حاجه، عشان خاطر انا مش عايزه مشاكل. مشاكل ايه؟ دي فيها مشاكل؟ طب تعالي معايا عشان نعرف المشاكل فين. لا لا لا، انا هدخل اعمل لمنال ليمون، بس عشان خاطري ما تقولش حاجه ارجوك. طيب يا منال. منال، ايه نمتي حبيبتي؟ هاي حسام، نتيجتك ظهرت؟ ايوه. ممكن اعرف الست الهانم اللي جوه دي عملت ايه؟ مالناش دعوه بالست اللي انا، ما احنا فيك انت. ايه النتيجه؟ نجحت طبعا، وجيد جدا كمان. يا حبيب قلبي، ربنا يخليك ليا. ويخليكي ليا يا ست الكل. ممكن بقى اعرف الست منال عملت ايه؟ مالهاش نصيب السنه دي. ايه، ما انت جاي من بره وعارف كل حاجه. شوف بقى مين اللي قال لك. مين اللي قال لي؟ ما حدش قال لي حاجه. ايه على ماما يا واد؟ ما انت عارف كل حاجه من بره. لا، وانا هعرف منين؟ انا رحت الجامعه وسالت على نتيجتها بنفسي. سيبك من ده كله، في موضوع كنت مأجلاه لغايه لما تبان نتيجتك، وهي بانت وزي الفل. تعالى بقى لما اقول لك عليه، على رواقه جوه. خير يا امي؟ في ايه؟ خير يا حبيبي، تقلق من امك؟ ده كلام. تعالى يا حبيبي، تعالى يا روح قلبي، تعالى يا نور عيني، يا مشرفني، يا ناجح انت يا جميل. والله ما عندك فكره فرحتي قد ايه النهارده. تعالى يا حبيبي اقعد هنا. ربنا يخليكي ليا يا امي، البركه في دعواتك برضه. ولسه هدعي لك كمان وكمان. انا بس في سؤال محيرني، ايه هو الموضوع الضروري قوي اللي انت جراني وراكي عشان تقوليهولي؟ انت فاضل لك سنه وتخلص علامك وتقول يلا يا مستقبل، مش كده حبيبي؟ اه طبعا يا امي ان شاء الله، بس دعواتك بقى معانا يا ست الكل. الهي يكرمك ويسعدك يا رب يا حسام يا ابن بطني، والنبي يا رب من قلبي تاخد وتصر.
زي ما انت مراضيني وهتراضيني. ايوه هو البني ادم كده، كل ما يراضي امه كل ما ربنا يراضيه. وانا ماليش الا رضاك يا ست الكل، بس افهم انت مالك يا ماما؟ في ايه؟ انت بعد ما تتخرج عاوز ايه؟ يعني ايه عاوز ايه؟ مش فاهم. اي شاب بيخلص علامه بيفكر في ايه؟ اكيد بيفكر في المستقبل. جميل، ايه هو المستقبل؟ المستقبل عبارة عن شغل، عن فلوس، وعن عن جواز. جواز؟ اها. بقى في شاب مش عاوز يتجوز حسام؟ لا طبعا يا امي، اكيد انا هكون عايز اتجوز، بس انا فين والجواز فين؟ ده لسه بدري قوي. ليه؟ فاضل لك سنة وتخلص، واذا كان على الجيش كل الناس قالوا ده وحيد ملوش جيش، يعني ممكن تتجوز قبل السنة الجديدة ما تهل علينا. الله، هو في ايه يا امي؟ انت شايفالي عروسة ولا ايه؟ بس انت فكر في اللي انا قلت لك عليه وانا اقول لك مين هي العروسه. الله، ده انت موضبه كل حاجه بقى. لا معلش يا امي، انا مش بفكر في الجواز دلوقتي خالص، لما بقف على رجلي واشوف مستقبلي واخلص دراستي هبقى افكر، ولما افكر انا اللي هختار عروستي بنفسي. ده بعد اذنك يعني. بعد اذني؟ هو انت خليت فيها اذن من اصله؟ يا حبيبتي يا امي، انا مش قادر افهم ايه اللي طلع الفكره دي في دماغك. دي مش فكره يا حسام، ده امر. يعني ايه امر؟ ايه اللي يعني ايه امر؟ هي دي محتاجه شرح يا اخويا؟ هو في اوامر في الجواز برضو يا امي؟ ايوه في. ما اعمل حسابك لو ما نفذتش اللي بقول لك عليه، لا في بواكي هتدفع لكليه، والموبايل والعربيه هيسحبوا منك، مصروف ما فيش، هتنزل تشتغل زيك زي اي عامل في قلب الورشه. وريني بقى هتنفذ اللي في مخك ده ازاي. ايه ده؟ انت بتهزري؟ انت اكيد بتهزري. سوريا ابو الفضل ما تعرفش هزار، وانت عارف كده كويس. اسمع، عقلك في راسك تعرف خلاصك. طب اهدي اهدي بس وفهميني، انا مش فاهم منك حاجه، انا حاسس ان انا بحلم. ما هو اسمع بقى من الاخر كده، مرات اخوك وولادها محتاجين راجل، وبالذات مرات اخوك محتاجه راجل يشكمها عشان يخليها قاعده في البيت هنا هي واولادها. فهمت؟ لا ما فهمتش اي حاجه. ايش دخل جوازي انا بنبيله وال اوعى يكون قصدك ان انا. ايوه قصدي، انت اللي هتتجوز نبيله. أمريني يا ماما، انا تحت امرك. انت شابه وصغيره وحلوه وفيك الطمع، واجب عليا احميكي. من ايه؟ من طمع الناس والشياطين اللي ممكن يلعبوا بيك وانت مش دريانه. انا مش فاهمه اي حاجه يا ماما. تعالي تعالي يا حبيبتي جنبي هنا، تعالي جنب امك هنا، تعالي. الست الصغيره اللي زيك خصوصا تكون حلوة مش ممكن تقعد من غير راجل، لازم تدورلها على راجل عشان خاطر يحميها. راجل؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ماما؟ أنا أتجوز راجل بعد رياض؟ ده أنا الموت عندي أهون. اسمعي بس، ما هو كمان مش أي راجل. جرى إيه يا ماما؟ أنت جاية تجسي نبضي ولا إيه؟ طمني، أنا عمري ما هكون لراجل بعد رياض أبدا. لا يا عبيطة، أجسي نبضك ده إيه؟ أنا جاية أقولك بس إن لازم يبقى ليكي راجل عشان يخلي باله منك ومن عيالك ويكون في حنية رياض بالظبط. أنا مش فاهمة أي حاجة، مش مصدقة اللي أنت بتقوليه ده. ماما، هو إحنا حملنا تقل عليكي ولا حاجة عشان كده بتفكري تجوزيني عشان تقللي الحمل عنك؟ قوليلي بصراحة. صراحة إيه بس يا بنتي؟ إذا كنت أنت ولا ولادك لما شالتكوش الأرض شيلك راسي من فوق. واللي بقولك عليه ده زيه زي رياض بالظبط، يعني مفيش فرق بينهم. هو ده يبقى مين ده؟